أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانييلا. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي، شدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل. من جانبه أعرب المنيفي عن خالص تقدير ليبيا حكومة وشعبا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وذلك في إطار علاقات الأخوة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء في ليبيا والمغرب. وخلال لقائه بعدد من قادة القوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي على الجاهزية للتحرك جوا وبرا وبحرا لأعمال الإغاثة والتكاتف في تلك الظروف الصعبة، مشيرا إلى أنه تم إرسال 7 طائرات للدعم والإغاثة إلى المغرب، وأنه تم التنسيق للتحرك بريا أو بحريا أيهما أسرع لتقديم أعمال الدعم والإغاثة في ليبيا. وصل إلى ليبيا وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للتنسيق على سبل تقديم كل أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقا لاحتياجاتها. جاء ذلك لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار، مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكل المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين. وأكدت القوات المسلحة على تسخير كل إمكانياتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، كما تقدمت بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية متمنية الشفاء العاجل للمصابين. قال متحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان إن عدد القتلى الذين سقطوا في مدينة درنا جراء الإعصار دانييلا تجاوز 6000، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة. هذا وأعرب مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة عن قلق المنظمة الدولية بشدة إزاء الفيضانات في ليبيا، مؤكدا أنه يجرى تعبئة فرق الطوارئ. أعلنت الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 2901 قتيلاً وأكثر من 5530 مصاباً. وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانيات اللازمة لمعالجة آثار الزلزال. هذا وأطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر نداء عاجلا لجمع 100 مليون فرنك سويسري لدعم ضحايا الزلزال في المغرب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد ما يصل إلى 71.5 عسكرية، مشيرا إلى أن الهجوم لم يحقق أي نتائج. وردا على سؤال بشأن حاجة روسيا إلى إعلان جديد للتعبئة الإلزامية لتعزيز جهدها العسكري في أوكرانيا، أشار بوتين إلى أنه التحق بالجيش الروسي خلال 6 أشهر الماضية 270,000 متطوع بمعدل 1000 إلى 1500 شخص. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة اتخذت إجراءات إصلاحية لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، يأتي في مقدمتها وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات المدرجة بالموازنة. وخلال كلمته بافتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، أشار مدبولي إلى
إجراء آخر يتمثل في إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، كذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية القومية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة. وبشأن العاصفة دانيال، قالت الهيئة إنه من المتوقع انتهاء تأثيرها على أنحاء البلاد اعتباراً من الخميس المقبل، حيث ستشهد البلاد بعدها حالة من الاستقرار. ووجهت هيئة الأرصاد نصائح للمواطنين بتجنب السفر في توقيتات إثارة الرمال وسقوط الأمطار الغزيرة حفاظاً عليهم من انخفاض مستوى الرؤية.